أربعة شلاشين. الستات والبنات يلبسوا ايه وايه الالوان اللي يعملوا دمج ليها في ربيع وصيف 2019؟ ده اللي هنتكلم عنه حالا مع خبيره الموضه وواحده من اشيك بنات مصر ندى زنانيري. اهلا. اهلا. ازيك يا شيخ؟ الحلاوه دي. ميرسي. ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ عاجبني قوي اللي انت عاملاه. بص انا قررت ان انا كل مره هلبس الوان. انت واخد بالك انا من الاول بلبس الوان عشان انا عايزه الناس تلبس من الاول بقى. يعني في الشتاء بنلبس اسود وجراي وباج، مش عارفه ليه، مع انه حتى في الشتاء في الوان. فانا داخله الصيف بالبايات بتاعي، بالواني، باستراساتي، بكل حاجه. طيب اللبس اللي انت لابساه ده نقول عليه لبس البنت او الشخصيه الجريئه المتمرده؟ كل ده جريئه، بس متمرده على ايه؟ مش عارف يعني. الجريئه جريئة اللي عندها شخصية، جريئة شوية، اللي ما بتقلدش حد. ما بتقلدش حد. وحلو ان احنا نتعلم انه كويس ان انت قلت على موضوع التقليد يا شريف، انه بنشوف حاجة، بنشوف الفاشن، بنشوف المودلز لابسين ايه، مش لازم انزل اجيب زيها. يعني انا عندي كاركتير، انا عندي الوان شخصية حلوة بتليق عليا، هي دي اللي امشي عليها. ما اجيبش الوان ايا كان هي موضه قد ايه انزل اجيبها بس علشان هي موضه، لا. صحيح. هي لازم تكون لايقه على بشرتي، لايقه على شعري، لايقه على شخصيتي، لايقه على طولي، لايقه على شكل جسمي. ده موضوع مهم قوي. موضوع الطول ده انا اتعلمت منك فيه خلال الفقرات اللي فاتت. حاجات كتير قوي، بالذات في موضوع الجاكيت. ما كنتش متخيل ان في، وبالذات لما جبتي الصوره فاقنعتيني قوي. الجاكيت الطويله مش عارف ايه والقصيره، يعني شوف ساعات 3 4 سم بيفرقوا جدا جدا في الشكل، وده اللي دايما بقوله للبنات والستات. لفتي نظرنا لحاجات كتيره الواحد ما كانش بياخد باله منها. طب النهارده موضوعنا تناغم وتناسق الالوان. في الربيع نعمل ماتشنج كده شويه الالوان مع بعض. احكي لنا. تعال نتفرج على الصور ونتكلم فيهم. يلا اتفضلوا. هنشوف الصور، اتفضلي. ده توب فوشيا. بص يا شريف، انت كنت بتقول على الاطوال، ده من الحاجات البراكتيكال جدا. رغم فاشن وبراكتيكال، طويل تقدر تحط عليه حزام، تقدر تلبسه كده زي ما هو، ما فيهوش مشكله. حطيته على جينز، حطيت البيربل مع الفوشيا، طلع حلو يجنن. اوكي. ده ايه هنا؟ حطيت برضو الفوشيا مع جاكيت بسباج. الناس بتخاف لما يبقى بالظبط، بس بيخافوا انه يبقى الفوشيا كتير فعايز تكسر. بدل ما تكسر باسود تكسر بباج. الباج بيعمل نفس الحاجه. اوكي. هنا الفوشيا مع الاصفر، وحطيت حزام ازرق. بص الفوشيا مع الاخضر يا شريف واخدينها من حلو قوي، ميكسينج حلو قوي. والباليت بتاعه الالوان لو اخذناها ستريت لاين هيطلع لنا الفوشيا مع الاخضر، وانا حاطه الباليت معاه عشان نشوفها. اوكي. اللي بعدها الاحمر مع الاخضر. ده احمر ولا اورنج؟ نو، ده احمر. اوكي. ده فالنتينو ريد. مع الشنطه الخضراء. اوكي. هنا الاحمر مع الاسود، بس الجيب فلوري، وحطت السكارف كارو. كارو عشان يبقى عندها رسمتين في نفس الطقم. وكولون احمر ده جراءه، وده جراءه طبعا. أوكي. هنا الجوب بوينتيه، وفي رسمه كمان في التيشيرت الابيض. طب واضح ان الموضه حاجات برينتس مختلفه مع بعض. بالظبط. شوف لما كنت بقول لك على الاحمر، هو فلوري، فكل الناس تقول لك خلاص هي بس الفلوري اللي هو في ورد. فيها ورد، فالبس من فوق ساده. اوكي، بس ممكن تحطي سكارف كارو لو نفس اللون، او لو هتاخدي، او لو كانت الجوب فيها الوان كتير ناخد لون منها برسمه مختلفه ونحطها في السكارف. بس دي ترند ما كانتش موجوده قبل كده غير السنه دي زايد شويه تداخل النقشات مع بعض كمان. يعني ممكن تلبس كارو مع مقلم، كارو مع فلوري. اوكي. طب انت بقى الكنبه الكارو مضايقاكي ليه؟ عشان انا ما بعرفش المس. انا طول الوقت شايله هم الكنبه كارو، يعني هتبقى نفس الكروهه. الالوان مش معقوله، الالوان بتاعت هدومي مش لايقه. طب حطوا لنا بقيه الصور لو سمحتوا. يلا. اوكي. بص الاحمر مع الازرق، باليت حلو قوي. الاحمر بينور قوي يا شريف، والازرق هنا مش كحلي، متعودين على الاحمر مع الكحلي. بص الازرق هنا الدوجري بتاعته فاتحه ازاي، زي الجينز، وعليه رسمه زي الزيبرا. فعندك ابيض واسود وازرق واحمر في نفس، وعيني ما وجعتنيش، وعينك ما وجعتكش عشان اتلبس بالدجري الصح. الاورانج مع الاخضر من الالوان الحلوه، والاورانج موضه قوي السنه دي والله. شوف هنا لما لبست الريه من فوق
ده للجسم. نرجع نقول عشان مهم قوي واحنا بنلبس ايه بالعرض او بالطول نبقى عارفين جسمنا شكله ايه. اما لبسته بالعرض عشان هي كنزه من فوق. اوكي اوكي. هنا ثلاث الوان، الاورانج مع الاخضر مع الموف، ميكسينج حلو قوي. الوان ايف سان لوران. الوان ايف سان لوران، برافو يا شريف. بحب انك متابع الموضه كده معايا. والموف مع الذهبي. اوكي. اللامي موضه قوي كمان يا شريف، البيلمع. سواء الفضي او الذهبي. يس. الاخضر مع الاصفر، مع الاصفر، والاصفر فيه برينتس في البنطلون. والتانية الجوب كلها امبريميهات مع الجينز. أوكي. رغم ان الجوب شكلها كلاسيك وهي فلوري. صحيح. اوكي. ده ايه الفوسفارك الموضه قوي السنه دي، الالوان النيون والفيو. مش كل الناس بتحبه، مش كل الناس بيليقش على كل الناس. بالظبط. فهناخده في حتت، في الاول اخذناه في توب، هنا هناخده في جيب عشان يبعد شويه عن وشنا. او ممكن ناخده في اكسسوارز، الشنطه تكون لونها فليو، السكارف، بس اكون انا مش لابسه كتير الوان احس ان انا منزعجه منها. بحس ان الالوان الفوسفوريك والنيون بتليق على السمر اكتر. انا مثلا ما بحبش الالوان الفليو. اوكي. مع ان انا حد جريء. بس ما اقدرش البس حاجه يعني بشوف البنات السمراء لما بتلبس مثلا فستان فوشيا فوسفوريك مع روج. انا بحبه في البحر. طبعا. بس ما احبش انزل الشارع لابسه، مع ان انا جريئه في لبسي جدا، بس الفليو الوان قويه. فاخدها في حاجات، اخدها في شنطه، اخدها في سكارف، اكسسوارز، كوليه. بس مش كل الطقم. لا. اوكي. حطوا لنا بقيه الصور، فاضل ثلاث صور. يلا. وكده ده ايه بقى؟ او هنا كنت بقول لك بص، كوليه هي لابسه سامبل خالص، بس لبست على الموضه فليو. هو ده اللي بقوله. انه ناخد حاجه من الموضه ومش لازم نلبسها كلها على بعض. الالوان دي حلوة. ناخد حاجه صغير. هنا الكوراي مع الرويال بلو. الكوراي ده اللي هو ايه؟ اللي هو ما بين الاورانج والاحمر. البطيخي. افتح شويه، البطيخي يمكن مدي على احمر شويه. اوكي. وهنا اكسسوارز للفيو برضو يا شريف. هنلاقي جزم كتيره فيو السنه دي كمان. اوكي. طيب نصيحه كده دلوقتي واحنا معاكي. اولا اي بنت او ست نازله هتشتري حاجات ومش عايزه تعمل شوبينج كتير، قولي لنا لونين تجيبهم بتحس انها ماشيه على الموضه. لا، هقول لها مالكيش دعوه بالموضه. اوكي. هقول لها انزلي البسي الالوان اللي حلوه عليكي، اللي لما تحطي التوب جنب وشك، وده اللي انا بعلمه يا شريف الكالر باليت، ان نحط اللون جنب وشنا. بتعلميه فين؟ ده اللي عايزين نقوله. البنات كانت بتسال كتير على موضوع الكورسز، وانا خلاص هبتدي الكورس بتاعي قريب، الكورس الجديد، وهديه عند مدام شيرلي شلبي. دي حبيبتي. ايوه دي حبيبتنا كلنا، الاتيكيت كله. شيرلي استاذه كبيره، وانا كنت ليا الشرف ان انا كنت وانا صغيره، مش من زمان قوي، مش ما تقوليش كده، مش من زمان قوي، كنت اول دفعه عندها، اتخرجت من عندها موديلنج واتيكيت اون فوج. فاون فوج مظبوط. طيب. فانا هدي الكورس عندها، فالناس اللي عايزه تتابع المواعيد وكده هيبقى على انستغرام، وحطوا لنا فيسبوك وانستغرام الخاصين بندى زنانيري على الشاشه، اي حد عايز يتواصل معاها، اي حد عايز يعرف اي معلومات عن الموضه او ازاي يوضب الدولاب او يشتري ايه وما يشتريش ايه، تواصلوا معاها على الانستغرام او الفيسبوك اللي نزلوا. وانت شرفتيني نورتيني. ميرسي. ونشوفك الاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله. ميرسي ندى زنانيري. ميرسي شريف. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الحلقه كلها واتبسطتوا عندنا في 4 شارع شريف. نكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.